صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم، ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم آمنة العلي. مستمعين الأعزاء، خلال برنامج صحة وسعادة لليوم بنناول مثل ما عودناكم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة مهمة بنتكلم فيها عن مشاكل القولون والصيام، وفي فقرتنا الثانية من برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن صيام الأطفال والمدارس والدراسة وكيف ممكن أن نحن نحافظ على طاقتهم خلال فترة الصيام. ونبدأ برنامجنا مثل ما عودناكم بخبر محلي أو عالمي. خبرنا اليوم يقول: الصدمة العاطفية في الطفولة ترتبط بزيادة مخاطر التصلب المتعدد بين النساء. أفادت دراسة أن صدمات الطفولة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد في وقت لاحق من الحياة بين النساء، وفق بحث نشر على الإنترنت. وتشير الدلائل إلى أن صدمة الطفولة يمكن أن تغير جهاز المناعة وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. ويرتبط سوء المعاملة والإهمال والحياة المنزلية الفوضوية أيضا بزيادة خطر الإصابة بسوء الصحة العقلية والبدنية في مرحلة البلوغ، إلى جانب القابلية للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. وانضمت ما يقارب 78 ألف امرأة حامل إلى الدراسة بين عامي 1999 و2008، وتمت مراقبة صحتهن حتى نهاية عام 2018، وتم جمع المعلومات حول إساءة معاملة الأطفال قبل سن 18 من خلال الردود على الاستبيان، في حين تم الوصول على تأكيد لتشخيص التصلب المتعدد من بيانات السجل الصحي الوطني وسجلات المستشفى المرتبطة بالدراسة. وتم تشخيص حوالي 300 امرأة بمرض التصلب العصبي المتعدد خلال فترة المراقبة، حيث قالت واحدة من كل أربعة منهن إنهن تعرضن للإيذاء كأطفال، مقارنة بحوالي واحد من كل خمسة ممن لم تتعرضن للأذى، بعد احتساب العوامل المؤثرة المحتملة بما في ذلك التدخين والسمنة والتحصيل العلمي ودخل الأسرة. وكانت النساء التي تعرضن لسوء المعاملة في طفولتهن أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. وبهذا أعزائي المستمعين انتهينا من خبرنا لليوم اللي كان يتكلم عن الصدمة العاطفية في الطفولة وأثرها على التصلب المتعدد بين النساء. وبعد فقرة الأخبار بننتقل معاكم لفقرة السوشيال ميديا وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. وبتكون معانا اليوم زميلتي أسمى الجناحي بتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. صبحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء. أسماء خبرينا، شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء عن قنوات التواصل الاجتماعي، اليوم يصادف يوم الصحة العالمي، ونحن في قنوات التواصل الاجتماعي مركزين على الفحص الدوري. الفحص الدوري وايد مهم ومتوفر في يعني كل المراكز الرعاية الصحية الأولية. ممكن هم مجرد يستخدموا يعني يقدرون يتواصلون مع طبيب كل مواطن، يعني حتى ما يحتاجون يروحون للمركز، ممكن من خلال الهاتف اللي عندهم يتواصلون مع خدمة طبيب لكل مواطن، ياخذون كل يعني يتواصلون مع يسألونهم حسب العمر حسب الفئة. راح يتم تقديم مجموعة من الفحوصات
كل اللي عليهم بس يروحون المختبر ويعطون يروحون المختبر فقط ويظهرون. أيضا هناك بعض الفحوصات حسب العمر تطلب وجودهم في المركز من ضمنها الأشعة وغيرها، لكن هذا كله يتم تحديده من قبل الطبيب، لذلك احنا ننصحهم بالتواصل مع طبيب الأسرة من خلال خدمة طبيب كيماوتن أو الحضور للمركز. ولكن نحن دائما رمضان والناس يعني شوي يمكن تتهايل، يقول الخدمة موجودة حتى من خلال تطبيق هيئة الصحة دبي خدمة طبيب كيماوتن. وكذلك من ضمن الأشياء اللي نحن بنحطها اليوم هي الفائزين وإعلان الفائزين اللي كانوا مشاركين معنا في هاكاثون الصحة اللي كان في شهر الابتكار. سمعنا عن الفائزين اليوم ومبادراتهم في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطين في قنوات التواصل الاجتماعي بعض الأشياء اللي لازم الناس تسويها وتتجنبها في موضوع التغذية، وهي مثل احرص على البدء بتناول الشوربة وقت الإفطار لتعويض السوائل التي خسرها جسمك وقت الصيام. وأيضا عليك تجنب تناول المخللات والأطعمة المالحة لأن تسبب انتفاخ والشعور بالعطش خلال النهار. وأنا بالنسبة لي المخللات بتخليني أحس بصهر طول فترة الصيام، لذلك احنا ننصحهم شوي لازم نحط مجموعة من النصائح اللي تساعدهم في فترة الصيام. أيضا من الأشياء اللي كنا حاطينها أنه لازم الواحد يبدأ إفطار بقليل من التم وكوب من الماء، ثم يتوجه إلى صلاة المغرب لإعطاء فرصة للمعدة للتحية للإفطار. بعض الأشخاص أحيانا منهم يعني نصدم المعدة لدرجة أنه يعني الواحد ما يقدر يسوي أي شيء عند الإفطار، لذلك دائما ننصح الأشخاص اللي يعني يبدون بثلاث تمرات لبن أو الماء، وهذا الآن جربت الاثنين صراحة الحياة أفضل من الواحد يبدأ بالسمنة. ولكن أيضا نحن نقول عليهم التجنب المبالغة في تقديم عدد كبير من الأطباق عند الإفطار تجنبا للإسراف وكذلك التخمة وأيضا المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، واتمنى لك الصحة والسعادة. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين، مشاكل القولون من المشاكل الصحية المزعجة، وهي الأكثر تأثراً باللي ناكله واللي نشربه. وحتى يكون يعني صيام مريح وخالي من هاي المشكلات، نستعرض معاكم اليوم هذا الموضوع مع ضيفة البرنامج الأستاذة نجلة درويش، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نجلة. والسرور والسرور عامنا، ونحيي جميع المستمعين الكرام ونقولهم صباحكم خير وايامكم كلها سعاده، وان شاء الله بصحه وعافيه دم برمضان وغير رمضان ان شاء الله. يا رب هلا فيك استاذه نجله، وكل عام وانتي بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم ايضا. وانتي بخير وصحه وسلامه يا رب. استاذه نجله، اليوم الموضوع يتكلم عن القولون والصيام، حبينا نعرف منك اكثر على مشاكل القولون. نحن نعرف ان هاي مشاكل القولون مرتبطه بشكل اساسي بالاشياء اللي الشخص ياكلها او يشربها، فقلنا لازم نجيب اخصائيه تغذيه تشرح لنا اكثر عن مشاكل القولون المرتبطه بالغذاء. فعلا مثل ما ذكرتي آمنة، وايد ناس يعانون من القولون العصبي، بس أنا برجع أقول إنه مو بلازم كل من حد يعني عانى بانتفاخ أو مشاكل في عسر الهضم إنه يكون عنده قولون. لازم يعرف التشخيص الصح إنه هو خلاص يعني تشخص القولون، ونحن عادة نقول متلازمة القولون العصبي، لأن يعني نحن نعالج الأعراض بالتغذية، ومو هو العلاج يعني الرئيسي للقولون نفسه، لأنه بس علاج للأعراض والمشكلات اللي تحدث للأعراض اللي ممكن يعني تطلع للشخص من إسهال، انتفاخ، إمساس وهالأشياء. فالأطعمة بحد ذاتها هي يعني مو بسبب للقولون العصبي، لكن التغذية ويعني طرق الاختيارات الصحية هي اللي تلعب دور في صحة القولون والجهاز الهضمي. مثل ما نعرف أن النظام الغذائي يساعد يعني وساهم
تجنب الآلام والمضاعفات اللي يمكن تحصل لمرضى القولون. وايد يعني ناس تشكى بالذات في رمضان لأن تغيير الوجبات، تغيير مواعيد الوجبات، الأشياء تجدد عليهم، ممكن يكونون يعني كانوا خلاص مو حاسين بهالإعراض قبل، لكن مع رمضان والصيام تقمت الأعراض عندهم ومو بعارفين يعني شو الأسباب تلتبس عليهم الشغلات كلها. فنحن نقول لهم التغذية هنا يعني ضروري تركزون على الأغذية اللي تساهم وتحد من مشكلات القولون العصبي. نعم بالأكيد. إذا بنتكلم أيضا يعني بشكل محدد بنقول شو هي الأكلات أو شو هو الطعام أو الشراب اللي ممكن أنه يثير مشاكل القولون، وشو هي الأكلات اللي ممكن أنه تهدئ هذه المشاكل؟ وبعد حبيت أذكر نقطة من النساء أكثر عرضة، تقريبا ثلثين منهم مستوى سكان العالم يعني من القولون. كل شيء نساء أكثر عرضة عشان موضوع التوتر يعني هالأشياء تتفاقم من مشكلات كذلك. وبالنسبة للأكلات عندنا نشوف يعني تقريبا حمية القولون، يعني نحن أهم شيء نعرف الأطعمة اللي تهيج مشكلات القولون وتسبب لها الأعراض. في بعض الناس تتحسس مثلا من حليب الأبقار أو يكون عندها حساسية من الحليب نفسه اللي هو يعني اللاكتوز اللي موجود بالحليب، فنقدر نستبدله ونستعيضه بالبدائل النباتية، الحليب حليب اللوز، حليب جوز الهند. وبعد يعني أرجع أقول إنه لازم الشخص اللي يعاني من متلازمة القولون العصبي يحط له مفكرة عشان يعرف إذا أنا تناولت هالوجبة هل يعني تهيجت المشاكل عندي وهي اللي سببت لي مشكلات القولون العصبي. لأن آمنة ممكن في ناس يعني تكون عندهم مشكلات يعني من تناولهم الوجبة هاي ممكن ما تكون عند الشخص الآخر، فنحن ما نتبادل المعلومات تختلف عن الأخرى. الشخص ممكن أنه نعم. يراقب نفسه يعرف شو هي الأشياء اللي تهيج القولون أستاذة نجوى. فعلا وبالذات القولون العصبي لأنه ممكن يعني الوجبة هذه والأكلة هاي تهيج عند هذا الشخص ويمكن أنا ما تسبب لي مشاكل يعني عادي. فأنا أعرف من خلال الملاحظة، من خلال متابعة الأكلات اللي تهيج القولون، شو الأشياء اللي أنا أحد منها واللي أقلل منها. بشكل عام أقلل من الأطعمة المقلية، من الأملاح، من السكريات، خاصة المشروبات السكرية وخاصة في رمضان، لأن المشروبات السكرية تسحب الماء داخل القولون يساعد على الإصابة بالإسهال، فتسبب الإسهال وعسر الهضم ومشكلات القولون يعني اللي الأعراض اللي نشوفها. بعد نبعد عن البقوليات بشكل عام ونقلل من تناول البقوليات، فالشخص يلاحظ إذا البقوليات، العدس، الفول، الحمص، هالأشياء كثيرة وتهيج عند القولون، فالأفضل إنه يبتعد عن تناول هذه الأطعمة لفترة معينة ويلاحظ هل في تحسن أو لا. في عندنا بعد اللحوم الحمراء وبعض العصائر الباردة والمشروبات الباردة بعد عند مصابين القولون ممكن تسبب مشاكل، لكن ما تسبب مشاكل عند الآخرين. فهذه الأشياء اللي تهيج المشكلات. طبعا البداية لها آمنة، ممكن إحنا يعني نشوف مثل ما قلنا إذا أنا أتحسس من الحليب أو الحليب يعني يسبب لي هالمشكلة، أبتعد عنه بحليب الحليب النباتي، اللوز، الجوز، مثلا أخذ العيش بدل تناولي للخبز بكثرة، لأن بعد أحيانا القمح والشعير وهالأشياء بعد تسبب مشكلات وتهيج أعراض القولون. أكثر من الخضروات والفواكه اللي فيها ألياف غذائية، بس أعرف بالضبط يعني الخضروات اللي أنا أختارها، لأن أمن الخضروات الصليبية مثل البروكلي، خلينا نقول الزهرة، القرنبيط، هالأشياء كلها تهيج مشكلات القولون. فأنا أبتعد عن الخضروات اللي تسبب لي المشكلات هذه، أبتعد عن البصل، الثوم الني، تناول البصل والثوم الني يعني ممكن مطبوخ من مشكلة مع الأكل، لكن في بعض الناس يعني تهيج عندهم المشكلة بمجرد ما يأكلون الثوم أو البصل على طول يعني تصير عندهم الأعراض هذه. فالبدائل هذه أنا أشوفها كيف وممكن أني ألتزم التوازن الغذائي، أقسم الوجبات، يعني مو بأكل دفعة واحدة على وجبة الفطور وما يعني أترس المعدة بالسوائل وبالماء، يعني ممكن أنها تسبب لي تهيج وتصير لي كذلك مشاكل القولون اللي ممكن تحصل. والكافيين، القهوة والشاي، المشروبات اللي تحتوي على كافيين بعد ترى تهيج مشكلات القولون، بس نقلل ونعتدل في شربنا لها المشروبات.
نعم أستاذة نجلاء، إذا بنقول يعني الأشخاص اللي عندهم مشاكل في القولون كيف ممكن أنهم يتمون الصيام؟ هل هناك مثلا إرشادات محددة غير أنهم يتابعون طبيعة طعامهم مثلا أثناء يعني الفطور، يشوفون شو الأشياء اللي ممكن تهيج المعدة؟ هل هناك إرشادات أخرى؟ اي نعم، انا اول شيء نصيحتي لهم يستشيرون الطبيب المعالج اذا كان ضروره اخذ بعض الادويه، وبعد لما يشربون الماء بكميات كافيه، يعني مثلا جلاس ماء كل ساعه او ساعتين. ممكن انهم يتناولون بعد يعني يقسمون الوجبات عندهم، وجبه الفطور تتقسم عندهم من وجبه الفطور للسحور تقريبا من 4 إلى 5 وجبات، يدورون البدائل الصحيه ابتعادهم عن الضغوطات والتوترات النفسيه، وايد مهم ويساهم في العلاج ويساهم في الحد من الأعراض اللي ممكن تحصل مشاكل القولون. عندنا بعد إن نحن نبتعد عن السكريات والمقالي والرياضة. الرياضة والقولون وايد يعني من الأشياء اللي أنا أنصح عليها، لأن الرياضة بعد تساعد يعني في التخلص من المشكلات اللي تحصل للقولون. وما ننصح الناس يعني حتى لو يسوا الرياضة لو 30 دقيقة يعني في اليوم، بس يختارون الأوقات المناسبة برمضان، يعني مو بوقت الظهيرة ولا الأوقات اللي ممكن تتعب الشخص. لا، الهدف من الرياضة ومتى الوقت المناسب، وما يكون على طول بعد الوجبة مباشرة. أعطي نفسي مثلا ساعتين 3 ساعات إذا كانت وجبة رئيسية، يعني بحدود 3 ساعات، وبعدين أروح أمارس الرياضة وأنوع في الرياضات على حسب مقدرة الشخص وعلى حسب حالته الصحية، وأنه يشرب كميات ماء كافية مثل ما ذكرنا، يبتعد عن المشكلات تسبب القولون، والنوم بساعات كافية، يعني هذا وايد مهم. والبروبيوتس البكتيريا النافعة هذا أهم شيء دائما ننصح، لأن البروبيوتس يحافظ على صحة الجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم مشكلات بتناولهم لحليب الأبقار نلقى البروبيوتس. دائما ينصحون الأطفال بتناول البكتيريا النافعة حتى الكبار؟ هي فعلا للصغار والكبار، لانه فعلا يعني وايد وايد يساهم في تحسن صحة الجهاز الهضمي، وحتى يعني يحد من المشكلات اللي تحصل مو بس لمتلازمة القولون، حتى للانتفاخات ومشاكل عسر الهضم والمشاكل الثانية اللي ممكن تحصل للجهاز الهضمي. فالبروبيوتيك هي البكتيريا النافعة وايد مهمة لصحة الجهاز الهضمي. للناس اللي عندهم مشكلات في تناولهم لحليب الأبقار الأشياء هاي، لأنه هو متواجد في يعني في الزبادي والألبان وبعض المنتجات الأخرى، لكن ممكن يتناولون البدائل لها ويشوفون المكملات اللي ممكن يأخذونها لفترة معينة خلال شهر رمضان أو لمدة شهرين لما تخف عندهم الأعراض. فهاي يعني هاي الإرشادات اللي لازم يتبعونها، ويتجنبون المقالي وأن يأكلون الوجبات دفعة واحدة، يعني أنا خلاص هاي وجبة الفطور لازم أخلصها كلها، وساعات النوم الكافية آمنة، لأنه حتى ساعات النوم الكافية مهمة جدا، انهم ينامون ساعات نوم كافية وانه ما ياكلون وعلى طول على الفراش، يعني خاصة برمضان هالشيء يسهلون الناس يحسون بتخمة بكسل، فمجرد ما انهم يتناولون الوجبات على طول يسلقون على الفراش ويرقدون، يعني ما يتركون مسافة ما بين تناولهم الوجبة ويعني روحتهم على النوم، فعلى الاقل يعني 3 ساعات عشان نترك مجال المعدة انها تهضم، بالتالي بتخف الاعراض. والناس اللي عندها مثلا اسهال، مشكلات الاسهال حصلت معاهم، مشكلات الامساك، ننصحهم يتناولون الالياف الغذائيه اللي موجوده بالخضروات والفواكه. لازم ننتقل الخضروات المطبوخه نقدر نطبخها وندخلها بالاكل، وحتى الفواكه اللي ما تكون يعني اللي تسبب لي مشكلات، ممكن اختار الكرز الفراوله، لان في بعض ممكن الكرز او التفاح يسبب مشكلات او يهيج القولون، لكن ممكن اختار الفواكه الثانيه مثل الفراوله الموز الاشياء اللي ممكن تساعد او تحد من مشكلات او اعراض القولون. نعرف شو المشكله اللي طلعت ونحاول نعالجها عشان ما تتكرر خلال شهر رمضان وحتى بعد رمضان. نعم بالتأكيد أستاذة نجلة درويش، أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها فيما يخص مشاكل القولون والصيام، شكرا لك. كل الشكر لكم وكل الشكر على الاستضافة، ونقول للمستمعين إن شاء الله دوم نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك واتمنى لك أيضا الصحة والسعادة. أعزائي المستمعين، بعد فقرة القولون والصيام مع الأستاذة نجلة درويش بننتقل معاكم بعد هذا الفاصل لصيام الأطفال والمدارس، خلوكم معنا. صحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. نتدارس السنة النبوية الشريفة وما ورد فيها من أحاديث صحيحة في رواه البخاري. رواه البخاري مع الدكتور خالد علي يوميا السادسة مساء عبر إذاعة نور دبي. عيش رمضان لحظة بلحظة. رواه البخاري برعاية جمعية الشارقة الخيرية تحت شعار ونمير أهلنا. تعلن مؤسسة تراحم الخيرية بدء استقبال تبرعاتكم لمشروع الميل الرمضاني لتوزيع 20,000 سلة غذائية داخل الدولة بتكلفة 200 درهم للطرد الواحد. للتبرع زوروا موقعنا تراحم.ae. تراحم الخيرية، عون المحتاجين وثقة المحسنين. التطعيم ضد كوفيد-19 سبيلك الأفضل للحماية من المرض والوقاية من مخاطره. بادر بحجز موعدك لأخذ اللقاح من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 800342. يا هلا ومرحبا فيكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف مع استئناف الدراسة وعودة الطلبة للمدارس يكثر انشغال الأسرة بأطفالها وخاصة الأطفال اللي يصومون شهر رمضان، فهناك تفكير دائم مع الأهل على صحتهم وإذا كانوا هالأطفال يتحملون الصيام وأداء الواجبات المدرسية وغير ذلك من الاستفسارات اللي دائما نطرحها على أنفسنا ونسمعها في جلساتنا بيننا وبين بعض. فاليوم استضفنا الدكتورة نوف علي عبد الله اختصاصي أسرة وزمالة في الأمومة والطفولة في هيئة الصحة بدبي بتكلفنا أكثر في هذا الموضوع. صباح الخير أستاذة نوف. بارك عليكم حلول الشهر الطبيعي. أهلا فيك دكتورة. الله يبارك فيك وينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والسلام يا رب. دكتورة، في البداية نحن نعرف أن يعني هناك شريحة من الأطفال هي أصلا تفضل الصيام، غير أن هناك أيضا أهالي يفضلون تدريب أطفالهم يعني من عمر صغير على الصيام، فكيف ممكن نحن ندرب أطفالنا على الصيام ونشجعهم بدون ما تتأثر يعني بدون ما نأثر على صحتهم يعني بهذا الخصوص؟ طبعا في الشهر الفضيل يحس كثير من الأهل حتى الصغار يتحمسون يصومون هذا الشهر الفضيل، ودائما نشجعهم عشان يشاركونا هاي العادة الطيبة. لكن نختلف شيء بالتدريب، لأن الصيام ممكن يأثر على الأطفال إذا كان بشكل سريع وما عادين أو مهيئين الطفل للصيام. وطبعا في نفس الوقت نحط ببالنا إن نحن غير ندرج مع الصيام نحط الأشياء اللي ممكن نتيجة الصيام تحدث الأطفال مثل الجفاف والإنهاء. دائما أقول حب الأهل أول شيء نبدأ بالتدريب. نعم. فمثلا بس دكتورة شوي صوتك في صدى، ما أدري إذا تكلمين من السماعة. نعم. أوكي خلاص. الحين أحسن؟ هي أحسن. أوكي سامحني. تفضل. زين. فممكن إحنا ندرج الصيام لدى الأطفال، يعني أول شيء نخبر الأهل أول يوم بيصوم الطفل يعني مثلاً إنه يصوم 6 ساعات عن الأكل. بعدين مثلاً يشرب الماء خلال اليوم. ثاني يوم نمدد الساعات مثلا عن الأكل بدل ما تكون 6 ساعات 7 أو 8 ساعات، ونحبس عن الماء مثلا 4 ساعات بس خلال اليوم. فتدريجيا لما احنا كل ما نزيد الوقت اللي يمنع الطفل فيه عن الأكل وعن الشرب تلقائي نقدر نعرف ان قدر هاي الطفل يكمل يومه كامل بالصيام ولا لا. فأهم عامل أساسي هو التدريج صيام الطفل في الشهر الفضيل. نعم بالتأكيد، يعني هاي الفكرة ممكن أيضا نتبعها دكتورة نوف أن نحن أول شيء ما نخلي يصوم صيام كامل مثل ما قلتي، نقولهم الصيام التدريجي يعني نحبس عنهم الأكل يعني فترة بسيطة لين يتعود الطفل. ولكن حين نحن نعرف أن اليهال بيرجعون للمدرسة والدراسة والواجبات المدرسية، وتعرفين في أنشطة تكون في المدرسة وممكن أن الطفل يفقد طاقته، مو نفس يوم الطفل قاعد في البيت ويعني مبتحت الشمس ولا يطلع ولا يفاعل. فالعودة للمدرسة والصيام كيف ممكن نحن نساعد أطفالنا على الصيام في مثل هذه الأوقات؟ طبعا
مثل ما ذكرتي مش نحن نحب ندرب الطفل للصيام، لكن في عوامل ممكن تأثر على صيام الطفل. يعني احنا نجهز الطفل للصيام بس نحط ببالنا هاي العوامل، اذا اليوم عندنا امتحانات ممكن صيامه يأثر على ادراكه واستيعابه وعلى اداء المدرسي، ننصح الاهل ان مثلا هاي صار ليكم، وفي نفس الوقت الواجبات المدرسيه، لان شافوا الطفل حتى لو يصوم 6 ساعات او 8 ساعات عن الاكل يأثر على ادراكه واستيعابه. وهي من العوامل اللي لازم الأهل يحطونها في عين الاعتبار لما يقررون الطفل يصوم ولا لا. إذا نتكلم عن الأنشطة، طبعا دائما نقول إحنا الأنشطة فترة الصيام فترة رمضان إحنا ما تكون تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة حين الجو شوي حار، فنقول مثلا إذا كانت أنشطة منسية بالعادة يسوونها في مكان مكيف ما يكون تحت أشعة الشمس المباشرة. فمثلا الأنشطة العادية، الأنشطة اليدوية، الجري الخفيف، ركوب الدراجة أو السيكل، هذا ما يضر الطفل. وفي نفس الشيء في البيت، يعني إذا هو مثلا البيت الطفل بيسوي أي نشاط يكون فترة العصر وما تكون تحت أشعة الشمس المباشرة. ومن يفطر الطفل نذكر الطفل يشرب السوائل عشان يعوض السوائل اللي فقدها فترة الصيام. نعم بالتأكيد، تفضل يا دكتورة. فممكن إحنا دائما نعزز بس إنه مش مجرد شرب الماء، الغذاء الصحيح للطفل وقت الفطر، فترة السحور تكون مثلا قريبة من وقت الأذان، نوعي الطفل أساسي سحر وما نخليه يفوت فترة السحور عشان خلال اليوم وقت المدرسة وإذا كان عنده مثلا امتحانات ما يأثر الصيام عليه. نعم بالتأكيد. وإحنا نحن دكتورة دائما نقول إن السحور يعني هو يعني العامل الأساسي للطاقة والبركة في الصيام، حتى الأطفال تحسينهم يوم يتسحرون ممكن إنهم يكملون صيامهم، ولكن إذا رقدوا عن السحور تحسين الطفل ما في أي طاقة ما يقدر حتى يكمل صيامه. فإحنا نقول دكتورة هل الصيام يعتمد على البنية الجسدية للطفل أو على الأكل والشرب والفطور والسحور؟ يعني شو العامل الأساسي اللي يعتمد عليه الصيام؟ هم اثنينهم عاملين أساسيين. يعني بنية الطفل، يعني في أهالي عمرها أقل عن 9 سنوات ما عندهم قدرة إنهم يصومون بحكم إنهم لو حسوا بالعطش أو بالجوع ما يعبرون مثل الكبار. فهذا عامل أساسي إنه ممكن عند الأطفال يصيرهم أعراض أو مضاعفات نتيجة الجفاف نتيجة الإنهاك عند الصغار أكثر عن الكبار. وحتى بنيتهم الجسدية مثل ما ذكرتي، يعني بحكم إنه حجمهم صغير عندهم عرضة أكثر إن يفقدون السوائل ويصيرون عرضة أكثر للجفاف، حتى عندهم عرضة أكثر لنزول السكر. وبحكم حتى الصغارية حاجتهم للطاقة تكون أكثر عن الكبار، فيحتاجون الغذاء بشكل أكبر عن الكبار. طبعا ايضا من الاشياء المهمه مخزون الجلايكوجين اللي هو يوفر الطاقه احنا في جسمنا، عند اليهال يكون مخزون اقل، فبالتالي عند اليهال قدرتهم على استيعاب وحفظ الطاقه تكون اقل. فهاي كعوامل بدنيه اساسيه ممكن تعرض الطفل للجفاف عندهم اكثر عن الكبار. ومثل ما قلتي الاكل ايضا عامل اساسي في حفظ ان الطفل خلال فتره الصيام يشوف بالشبع وانه ممكن انه اساسي كمل صيامه. مثلا وجبه السحور نخليها أكثر شيء قريب وقت الأذان ونوعي له الطفل لما يتسحر. وجبة الفطور وجبة السحور عفوا تكون غنية بالألياف، يعني تخلي الطفل هو صايم يحس أنه ممتلئ، يعني يحس بالجوع بسرعة. وفي نفس الوقت تكون غنية بالبروتين وتكون فيها نوع من الخضار حتى منتجات الألبان. ونتجنب الأشياء اللي تزيد الأعراض الجفاف أو الإنهاك فترة الصيام عند اليهال، مثلا إذا تشرب شيء مالح أو يأكل أشياء فيها دهون أو مقالب هاي ممكن تأثر على صيامه خلال فترة الصيام. نعم، فنقدر نقول أن صيام الطفل دكتورة يعتمد على البنية الجسدية وكذلك ما يأكله الطفل ويشربه خلال فترة السحور والفطور أيضا. نعم. دكتورة نعرف أن هناك أطفال يعني لديهم بعض الأمراض، يعني الله يشفيهم ويعافيهم يا رب، ومنهم يعني هناك أطفال أيضا يصرون على الصيام رغم أن لديهم أمراض، فشو رأيك دكتورة من الجانب الطبي في هذا الموضوع؟ صح، حلو إحنا نعزز هاي العادة في أهالنا، لكن في بعض الأهالي ما عندهم قدرة أن يصومون، ومثل ما قلت في أمراض معينة ننصح بعدم صيامهم، لأن الصيام ممكن يخلي يتفاقم المرض أو يصير لهم مضاعفات. يعني إذا الياهل عمره أقل من 9 سنين أو اللي ما بلغ ما ننصحنا بصيامه بحكم البنية الجسمية عنده غير مستعدة للصيام. إذا الطفل لا سمح الله كانت عنده مرض، يعني مثلا بعيد الشرع عندكم حرارة أو نزلة معوية إسهال أو استفراغ، هاي تؤدي إلى فقدان السوائل بشكل أكبر، فتعرض الطفل فترة الصيام للجفاف والإنهاك أكثر.
فيفضل إذا كان الطفل عنده هاي الأعراض أنه ما يصوم. أيضا إذا كان الطفل عنده بعيد الشر عنكم مثلا نوع السكري من النوع الأول وياخذ إنسولين الإبر، فهذه الأهل ما ننصح بصيامهم في الشهر الفضيل بحكم الأدوية وحالتهم الصحية، لأن إبر الإنسولين ممكن تنزل السكر فتعرضهم لهبوط السكر ومضاعفات بعيد الشر عنهم. بعض الأهل اللي يأخذون أمراض لأمراض الكلى أو أمراض القلب أدوية مدرات للبول، هاي الأدوية ممكن تزيد فقدان السوائل وفقدان المعادن، فهذا في النهاية يؤدي إلى خلل في المعادن في تركيبة الطفل فيؤدي أيضا إلى مشاكل، فأيضا ما ننصح صيامها. بعد إذا كان الطفل عنده بعض الأمراض النفسية اللي هي مرتبطة بفقدان الشهية أو البوليميا أو أمراض نفسية في حالات صحية عند الأطفال، هذه أيضا نفضل أنه ما يصومون في الشهر الفضيل. فنحن نقول على حسب دكتورة الحالة الطبية، ولكن يفضل إذا كان هناك عند الأطفال لا سمح الله أمراض يعني مزمنة أو أمراض معينة عليهم أنهم يعني يبتعدون عن الصيام. أو دكتورة كيف ممكن أن أنت تعرفين للصعوبة، يعني الطفل صعب أنه يتفهم مثل الكبير إذا قلتي له لا تصوم والله عشان إبرة الإنسولين ولا عشان صحتك ولا عشان الشيء الفلاني، الصغار تحسين صعب أنه ممكن، يعني كيف ممكن الأهل أنهم يعني يخلون الطفل ما يصوم لكن بطريقة يعني بطريقة غير مباشرة، ما يخلونه يزعل، ما يخلونه يحس أنه غير عن أقرانهم من الأطفال، كيف ممكن يعني نخلي هالتوازن موجود؟ ممكن واحدة من الأشياء أن نحن نصومه بس نصومه مش طول اليوم، يعني أن أنت شاركتني في الصيام 4 ساعات أو 5 ساعات مثلا أنه يصوم هاي الفترة، وفي نفس الوقت يشرب الماء. ممكن شيء ثاني نعزز قيمة ثانية في رمضان غير الصيام، أنه يساعد الأهل في رمضان، أنه يقرأ القرآن، نعزز من العادات أو السلوكيات الحميدة اللي إحنا نحبها في رمضان. فالطفل غير أنه ما يصوم مثلا يشوف له أنه يشارككم في أشياء ثانية، يدفع مثلا يشارككم في أعمال الخير أو حتى تلاوة القرآن، فممكن نعزز ونركز على هاي السلوكيات وفي نفس الوقت نخليه يشارك جزئيا في هاي العادة الحميدة. نعم بالتأكيد. يعني دكتورة مثل ما نقول نحن دائما يعني الأطفال أمانة، لازم نحن نحاول بطريقة أو بأخرى أن نشركهم في روحانيات هذا الشهر الفضيل، نخليهم لو بيجهزون معنا إفطار الصائم، لو مثل ما ذكرتي دكتورة بيقرون قرآن، لو حتى بيجهزون السفرة معنا. وأيضا دكتورة الأطفال الصغار اللي يحبون أن يقلدون إخوانهم الكبار، نقدر نقولهم يعني أنه ما عليه، بس أنا مثلا عندي بنتي صغيرة عمرها 5 سنين تبغى تقلد أختها الأكبر، تقول أمي بصوم بصوم بصوم، أقولها ما عليه أنت يعني تريقي وصومي عقب، يعني أخليها تصوم كم ساعة عقب تيني عقب أنا يعت، أقولها ما عليه زين كلي، بس أنت صمتي وايد خلاص كلي شوي وعقب شربي ماي شوي، وهكذا يعني طول اليوم نحن نهرب أكل حق هالبنت الصغيرة بس لأن هي تبغى تصوم بس مو بقادرة، يعني تحسينهم يوعون يتعبون يحسون بالعطش، ولكن هناك يعني دائما طريقة ممكن أن نحن نفهم فيها الأطفال أن مثل ما ذكرتي أنت أيضا دكتورة مشاركتهم معنا في الشهر الفضيل أيضا لها تأثير كبير. دكتورة هل هناك نصيحة حابة تقدمينها للمستمعين بما يخص صيام أطفال وعودتهم للمدارس أيضا؟ في نقطتين حابة بس أنوه لها، إحنا دائما وقت الفطور نحاول نخلي العيال يأكلون نعوض الأكل اللي فقدوه فترة الصيام، بس ساعات إذا العيال يأكل بكثرة فترة الفطور ممكن يضره، فلا تفرضون كمية كبيرة من الماء أو الأكل وقت الفطور أو نفس اللحظة على الياهل، لأن هذا ممكن يصير شيء أثر عكسي، يعني ممكن الياهل يصير له نفخة، ممكن يصير له لوعة، ممكن يصير له عسر في المعدة، فنتجنب أن يأكل الطفل كسعة وقت الفطور عشان أن نعوض له كمية الأكل أو المعادن اللي فقدها فترة الصيام. حتى الحلويات حاول نخفف منها فترة الفطور أو وقت الفطر بالعادة. وهي نقطة ثانية وايد مهمة، خلال فترة رمضان نحن نحرص أن الطفل ما يتحرك بحكم أنه صايم أو نشاطه يقل، بس لا يكون فترة الصيام عامل أساسي أن نخلي الطفل على الآيباد أو الأجهزة الإلكترونية أو على التليفون طول الوقت، لأن هذا بيضره كثير من هو بيفيده، فحتى ممكن يسوي له جفاف في العين، مشاكل، حتى ما بيحس بقيمة الروحانية هذا الشهر الفضيل أنه يشارك أهله، يقرأ القرآن أو أي من السلوكيات الحميدة اللي إحنا نعززها في الصغارية في شهر رمضان.
نعم دكتورة، بالتأكيد لازم نركز على هذا الوقت اللي هو بيكون فيه صايم، مو بس صايم عن الأكل، أيضا ممكن صحيح يعني دكتورة تشوفين الأطفال إذا هم ما بيأكلون بينشغلون، بيقولون نبى الآيباد، نبى مثلا نبى التلفزيون، فنحن نقول ممكن نحن نشغلهم بتجهيز أي وجبة خفيفة، أو إنهم لو يقطعون الخبز أو أي شيء يسوونه بسيط، ولا إنهم ينشغلون يعني لوقت طويل بالآيباد والأجهزة الإلكترونية. دكتورة نوف علي عبد الله نون، أخصائي طب أسرة زمالة في الأمومة والطفولة في هيئة الصحة بدبي، أشكر لك هاي المشاركة الطيبة في برنامج صحة وسعادة وموضوع صيام الأطفال والمدارس. شرف لي، مشكورين على الاستضافة. شكرا الله نكلمكم. رمضان كريم. شكرا لك دكتورة. أعزائي المستمعين، كانت معنا الدكتورة نوف، حدثتنا أكثر عن موضوع صيام الأطفال وعودتهم للمدارس، ومثل ما قالت الدكتورة لا تنسون أنكم يعني توعون الأطفال لوجبة السحور إذا كانوا أطفالكم في أعمار مناسبة وصحتهم الجسدية تساعدهم على الصيام. نحن نقولكم لا تنسون أنكم توعونهم للسحور عشان يكونون مسعدين للصيام، وإذا مثلا هذا الطفل حسيته منهك أو غير قادر على الصيام خلوا يصوم ساعات بسيطة عشان يتعود على الصيام، أو حتى يشارك الأهالي في يعني الأشياء البسيطة اللي نحن نقوم بها برمضان، مش مجرد الصيام فقط، ولكن ممكن نحن نعلمهم على الصلاة، نعودهم على القرآن، نعودهم على تجهيز السفرة مع الأهل، وبالتالي نكون شغلنا وقتهم أيضا بشيء مفيد. وأيضا أعزائي المستمعين ما ننسى نذكركم ان لا تنسون ان تتناولون الفاكهه يوميا، لتسهيل يعني ان انكم تتذكرون انكم تتناولون الفاكهه او اطفالكم يتناولون الفاكهه، انكم تخصصون لها وقت معين، يعني مثلا تخلون وقت اللي بعد الفطور وانتم قاعدين بدال السويت او مع السويت يكون كل يوم في فاكهه، وذلك طبعا يعني تجنب الاكثار من تناول الخبز والارز الابيض والحلويات والمعجنات، عشان نتجنب هالاشياء ممكن نخصص وقت للفاكهه في كل يوم، يعني نحط في بالنا مثلا بعد التراويح هالوقت نحن بناكل مثلا الفاكهه. وايضا مثل ما ذكرنا اذا حابين انكم انتم تعودون اطفالكم على الصيام السحور، لا تنسون انه يكون سحور صحي متكامل، انكم تتناولون مثلا شوربة الشوفان الكامل مع الخضار او دور الدياي ونصف كوب من اللبن منخفض الدسم، يعني تاكلون اشياء صحية على السحور، حتى اطفالكم يتعودون انهم ياكلون اشياء صحية، ياكلون موز، ياكلون حتى لو لبن او روب، أكل صحي يخليهم قادرين أنهم يكملون صيامهم يعني بشكل سلس. ولا ننسى طبعا الأطفال الموجودين الثانيين في البيت، لا تنسون وجباتهم، لا تنسون تهتمون بصحتهم، أيضا إذا حابين كان أنهم يصومون خلوهم يصومون يعني ساعة ساعتين، ولكن يعني مو بصيام طويل للأطفال الصغار. وبهذا أعزائي المستمعين وبعد فقرة الصيام وصيام الأطفال والمدارس بنكون وصلنا لنهاية حلقة برنامج صحة وسعادة، أتمنى أن نكون اليوم قدمنا لكم ولو شيء بسيط مفيد وخفيف عليكم، عاملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل موصول لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك كل الشكر لإذاعة نور دبي. كانت معنا زميلتي نجاة السويدي في التنسيق والمتابعة في الإخراج، كان معنا مخرجنا والقواسمة، كل الشكر لكم أعزائي المستمعين، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة.